بسم الله، السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا الاخوان، الحمد لله كملنا من بعد تقريبا 20 يوم ديال الخدمه. كملنا الحمد لله البسان ديالنا بالحفير بالميكا ديالو بالتعمار بالقرياج الفوق. هذه ان شاء الله البيت، الحفره ديال البيت. وكملنا الزريع ديال الارض، درناها برقوق ديال الطاجين كيف ما كتشوفوا معنا. كملنا الزرع الحمد لله، درنا التباصل ديال الشجر، درنا الخضار يعني السماد العضوي، درنا السماد العضوي هو الاول عاد زرعنا كيف ما كتشوفوا معنا. هذا الفوسيل اللي كاين في الوسط ديال القادوس، يعني مازال ما طلقناش الكوتاكوت. ان شاء الله في الوسط غادي يعطي الجناب، والزريع زرعنا 4 على 2 متر ديال التراكتور وجوج ديال الشجر. بالنسبة للناس اللي كدير البسان، أغلبية ديال الناس ما كيخليوش الطريق فوق البسان، يعني ما كيخليوش الطريق فوق البسان، كيجيبوه حد هنا. الأغلبية ديال الناس فاش كتبغي تخدم ولا هادي، ها شحال من واحد طاح، شحال من واحد مات، يعني من الأحسن بنادم يخلي واحد ديسباس ديال 2 متر فوق البسان، كدير الكرياج ديالك وكتخلي ليسباس فين كتمشى، يعني هذا ليسباس كامل ديال الوقيته ديال الغسيل، الوقيته ديال تقطعات الميكا في شي بلاصه كتبغي تخدمها، كيكون عندك فين يتحركوا الخدامه، فين يتحرك مهم اللي بغى بالنسبه للرولو ديال الميكا، يعني كتحتاج شويه ديال ليسباس، عكس ديال شحال من واحد كيديروا على الحرف، يعني يلاه كيكون هنا فين تمشى، غادي بقيت تمشى فوق الميكا ما خصش حتى شي واحد يتمشى فيها، حقاش كيكون متحت منها الحجر وكتبقى تتقب، يعني كتبقى الميكا ابار وكدير لي سباس ديالك فين تمشى الرجل دايره على البسان كامله. كما كتشوفوا معنا مازال لينا الكوتاكوت ومازال لينا الروكار ديال القادوس منين نجيبوا الماء. ان حنا عندنا في هذه المنطقه هذه عندنا الساقيه، كاينه الساقيه الفوق، كاين الساقية الفوق، يعني غادي نديرو قادوس من الفوق، من الساقية كاين حدا الكرياج، غادي نديرو الروكار ديالنا وغادي نجيبو القادوس لهنا باش كنعمرو البسان. كما كتشوفو تبارك الله الماء موجود، يعني في هاد السنين اللي جاية من الأحسن الناس اللي باغية تزرع الشجر يعني دير البسان هو الأول، لأن المشكل ديال الماء القدام كنطلبو من الله يغيثنا. الانسان ديال البسام هذا كيكون عنده الاحتياط باش يسقي وقت الزيار، انت تكون عندك الغله وعندك الزيار كيكون عندك الماء باش تسقي، لان الشاري كيبغي الغله، فاش كيبغي يدي الغله خاصها تكون شاربه ويكون عندك الماء اللي يزيد يسقيها هو عاود، يعني هو فاش كيدخل كيجري كيزيد يسقي من عنده كيزيد كيوكل، يعني ما يمكنش يدخل يخسر داكشي وانت ما عندكش الماء، ما عندك والو، يعني السلعه هي الماء. الانسان يدير البسان ويزرع الارض ديالو ويتوكل على الله وما يكون غير الخير، ونتمنوا الخير للجميع اللهم يسر. هذا هو الموضوع ديالنا الاخوان، كما كتشوفوا معنا البسان عندنا فيه 36 على تقريبا 20، 36 على 20 متر، والغرق الغرق ديالو درنا فيه 12 متر في الغرق. شوفوا معنا الاسباس هو هذا، يعني داير على البسان كامل كتمشى بحريه والبسان بعيد عليك، يعني حتى الا كانوا الدراري الصغار ولا
الكرياج ها هو هنا، والاسباس فين يتمشى الانسان ها هو هنا.